ولادنا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مدرسه على الهواء. في بدايه حلقتي بقدم التعازي لكل الشعب المصري في حادث قطار محطه مصر، بتمنى للمصابين بسرعه الشفاء. اتكلمنا المره اللي فاتت عن حلقه من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي، وهي كانت مصر والقضيه الفلسطينيه. اتكلمنا عن اهميه فلسطين، واتكلمنا كمان ليه قامت حرب فلسطين 48، وكانت ايه اسباب هزيمه العرب في 48. مش بس كده، ده احنا كمان اتكلمنا عن العدوان الثلاثي على مصر اللي كان بيتكون من انجلترا وفرنسا واسرائيل، وعرفنا ازاي قواتنا المسلحه مع الشعب المصري وقف ببساله في بورسعيد ومنع تدخل القوات الفرنسيه والانجليزيه الى داخل مصر، وتوقف العدوان بعد 5 اسباب ادت الى فشل هذا العدوان. النهارده مع الحلقه الثالثه من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي. احنا بنسميها ليه حلقات يا اولاد؟ لان الحلقه الاولى كانت 48، الحلقه الثانيه من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي كانت في عدوان 56 على مصر، الحلقه الثالثه او الصراع الثالث بين مصر واسرائيل كان في عدوان 5 يونيو 67. طيب احنا ليه رحنا لعدوان 5 يونيو 67؟ ايه اسباب هذا العدوان؟ والعدوان ده كان هدفه ايه؟ او اسرائيل ليه قامت بهذا العدوان على مصر؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده، وازاي توقف العدوان على مصر بعد مبادره روجرز. تعالوا نبدا مع اسباب العدوان الاسرائيلي على مصر في 5 يونيو 67. اسرائيل اطلقت مساعدات من الولايات المتحده الامريكيه، تمثلت هذه المساعدات في مساعدات عسكريه وماديه واستراتيجيه. قدرت بيها ان هي تضرب مصر في 5 يونيو 67. طيب ايه الاجراءات اللي بدا بيها العدوان الاسرائيلي على مصر؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده. اول حاجه، ارادت اسرائيل القضاء على اسطوره الجيش المصري، فاستدرجت الدول العربيه، يعني اخذتها كده في حروب مصر ما كانتش مستعده ليها، ولا اسرائيل ولا فلسطين ولا كمان سوريا. قامت بحشد اسرائيل قواتها على الحدود مع سوريا. في الوقت ده كانت بين مصر وسوريا اتفاقيه اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك. فطبقا لاتفاقيه الدفاع المشترك، مصر اعلنت انها بتساند سوريا، وبدات مصر ترسل قوات لسيناء. الحته دي مهمه قوي علشان فيها ربط بينها وبين قوات الطوارئ الدوليه اللي مصر طلبت ان هي تنسحب من بعض النقاط. مصر وسوريا كانت في بينهم اتفاقيه اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك. يعني ايه اتفاقيه الدفاع المشترك؟ يعني لو في حصل اعتداء على مصر، فسوريا هتساعد القوات المسلحه المصريه في صد هذا العدوان، والعكس صحيح. يعني لو حصل اعتداء على سوريا، فمصر هتقوم بمساعده القوات المسلحه في سوريا. طيب دلوقتي انا اسرائيل بدات تهدد بعض النقاط اللي موجوده في سوريا، فطبيعي جدا طبقا لاتفاقيه الدفاع المشترك ان مصر هتحشد قواتها وتوصل لسيناء عشان تطلع تحارب في سوريا. في الوقت ده طلبت مصر من قوات الطوارئ الدوليه، لو انتم فاكرين لما انسحبت اسرائيل في اوائل 57 هم وضعت قوات طوارئ دوليه في سيناء، فمصر قالت والله القوات الطوارئ الدوليه دي بداوا ينسحبوا من بعض النقاط علشان احنا رايحين بجيشنا نحارب في سوريا ضد العدوان اللي هيحصل في اسرائيل، او اللي هيحصل على سوريا من جانب اسرائيل. في الوقت ده قلنا مصر بدات ايه؟ تطلب من قوات الطوارئ الدوليه الانسحاب من بعض النقاط في سوريا. مش بس كده، دي مصر راحت اغلقت خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه. وهنا نسال سؤال، هو مصر ليه هتغلق خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه؟ التاريخ بيقول لنا ان مصر اغلقت خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه احكاما للحصار الاقتصادي على اسرائيل. يعني العرب عايزين يخنقوا اسرائيل اقتصاديا، لا تقدر تطلع ولا تقدر يبقى ليها منفذ على البحر. فبالتالي اعلنت مصر غلق خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه، وده كان في شهر مايو 67. طب في الوقت ده بقى اسرائيل تعمل ايه؟ اسرائيل بدات تعلن انها لن تكون الباديه باطلاق النار، وان هي مش ممكن ابدا تدخل مع العرب في هجمات في هذا الوقت. هنا اطمأن كالعاده العرب وبداوا يتراجعوا شويه، ولو في حد كان بيسلح جيشه فبدا يتراجع. خلاص اسرائيل اعلنت ان هي لن تكون الباديه باطلاق النار على العرب. في الوقت ده قامت اسرائيل بضرب الوطن العربي متمثل في 4 دول. مصر ضربتها وضربت مطاراتها واحتلت سيناء في صباح 5 يونيو 67. سوريا ضربتها واخدت منها هضبه الجولان، اخدت فلسطين كلها، اخدت الضفه الغربيه لنهر الاردن. وهي دي كانت نتائج او الاحداث اللي كانت موجوده في عدوان 67. استولت اسرائيل على كل من قطاع غزه وسيناء، وصلت للضفه الغربيه لنهر الاردن، واخدت كمان فلسطين كلها، واخدت من سوريا هضبه الجولان.
يبقى كده لو احنا فكرنا ايه نتائج عدوان 67 على المنطقه العربيه، هنلاقي ضرب المطارات المصريه واحتلال سيناء بالكامل، هنلاقي استيلاء هضبه اسرائيل على هضبه الجولان، هنلاقي احتلال فلسطين كلها بما فيها الضفه الغربيه نهر الاردن وقطاع غزه اللي كانت تحت اداره مصريه. معنى كده ان فلسطين كلها تحت الاحتلال الاسرائيلي بالاضافه الى سيناء بالاضافه الى هضبه الجولان. طيب كده اسرائيل ضربت كل الدول العربيه المحيطه بيها، وده شكل خريطه عدوان 5 يونيو 67. كل المناطق اللي موجوده باللون الاحمر دي هي المناطق اللي تبع عن تقسيم فلسطين، فكانت تبع الارض اليهود. اما المناطق اللي هي ملونه باللون الاصفر دي فكلها اللي تم احتلالها من جانب اسرائيل في 67. زي ما انتم شايفين ادي سيناء كلها، غزه برضو متلونه باللون الاصفر، هنلاقي كمان هضبه الجولان متلونه باللون الاصفر اللي هو الجزء ده. فبالتالي كده دي خريطه الاراضي التي تم احتلالها في 5 يونيو 67. طيب لو احنا جينا بصينا كده بقى على اسباب هزيمه العرب، احنا ليه كعرب اتهزمنا في 67؟ اول سبب زي ما احنا شايفين تفوق اسرائيل عسكري. احنا في اول الدرس خالص قلنا ان اسرائيل تلقت مساعدات من الولايات المتحده الامريكيه. اسرائيل كانت متفوقه في سلاحها الجوي، كانت عندها سلاح جوي قوي جدا. اسرائيل استخدمت عنصر المفاجاه، فاكرين لما اعلنت انها لن تكون البديه باطلاق النار فاستراح العرب، هنا استخدمت عنصر المفاجاه. كمان اسرائيل اخذت مساعدات من الولايات المتحده الامريكيه، سواء المساعدات دي عسكريه او اقتصاديه او سياسيه. دي اسباب هزيمه العرب في 67. طب دلوقتي في حاجه اسمها مجلس الامن. مجلس الامن ده احد مجالس الدوليه التابعه للامم المتحده، ودوره هو فض المنازعات بين الدول. يعني لو في دول بتتنازع مجلس الامن بيصدر قراراته علشان الدول دي تبدا تفض المنازعات ما بينها. طيب فين مجلس الامن من 67 واللي بيحصل من قبل اسرائيل؟ اصدر مجلس الامن قراره رقم 242 لسنه 67. طب القرار ده بيقول ايه؟ تعالوا نشوف بنوده، وتعالوا نشوف ننقد كل بند ونشوف اسرائيل هتنفذه ولا لا. تعالوا نرجع كده للشاشه عشان نشوف بنود 67 وقرارات مجلس الامن رقم 242. اول قرار بيقول انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل، يعني الحرب تتوقف دلوقتي. اتنين، احترام دول المنطقة على أرضيها، احترام سيادة كل دولة على أرضها، يعني مصر ليها سيادة على سيناء يبقى أنا بحترمها. انسحاب إسرائيل من الأراضي اللي احتلتها في 67. خدوا بالكم إن القرار ما حددش أنهي أراضي، يعني لا قال أراضي مصرية ولا أراضي سورية ولا أراضي فلسطينية، هو فتح كلمة الأراضي. أربعة، حرية الملاحة في الممرات الدولية وإنشاء مناطق منزوعة السلاح. طبعا هنا نقصد الممرات الدولية هو خليج العقبة اللي تم إغلاقه، ونقصد بمناطق منزوعة السلاح هي المناطق اللي كان فيها قوات طوارئ دولية. يبقى أنا عندي إنهاء حالة الحرب، احترام سيادة كل دولة على أرضها، انسحاب إسرائيل من أراضي عربية احتلتها في 67، حرية الملاحة في الممرات الدولية. لو أنتوا قدامكم قرار مجلس الأمن، هل مصر هترفض ولا هتقبل القرار ده؟ لو احنا بصينا كده هنلاقي القرار كله ايجابيات لمصر، لان انا بقول لاسرائيل انسحبي واحترمي السياده واعملي مصر حريه في الملاحه، يعني قرار كويس بالنسبه لمصر والعرب طبعا. مصر قبلت القرار لان مصر دوله داعيه للسلام، بينما اسرائيل رفضت وتعنتت. يعني ايه رفضت اسرائيل؟ ده قرار مجلس الامن، بس هو قرار غير ملزم، يعني مجلس الامن مجرد بيقترح، وعلى الدول ان هي تاخد باقتراح مجلس الامن او لا. ايه ده يعني ايه ده؟ يعني بعد قرار ما تم اصداره ممكن دوله زي اسرائيل ترفض تنفيذه؟ بالتاكيد دوله اسرائيل مش دوله عضو في مجلس الامن. وبالتالي زي ما قلت لكم كده القرار معنى انه صدر، فوالله مصر واسرائيل اتفقوا ان هما ينفذوا هذا القرار، فتمام حلو جدا ممكن ينفذه. لكن هنا اسرائيل رفضت تنفيذ قرار مجلس الامن. هنا اعلن الرئيس الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر ان ما اخذ بالقوه لا يسترد بغير قوه. يعني ايه ما اخذ بالقوه لا يسترد بغير قوه؟ يعني اسرائيل اخذت سيناء من المصريين بالقوه، والسلام ما نفعش مع اسرائيل، يبقى ما عندناش غير القوه. علشان كده بدات قواتنا المسلحه في اعاده تسليح جيشها. هنا في مؤتمر، هو معلومه اسرائيل موجود عندنا في الكتاب بس انا حابه جدا المؤتمر ده، هو مؤتمر اسمه مؤتمر الحسنه سنه 1968. اسرائيل بدات تقنع اهالي سيناء
بان هم يعلنوا ولائهم لاسرائيل. تعالوا لي بقى كده يا اولاد، عشان المؤتمر ده في غايه الاهميه، وقد ايه اهالي سيناء عندهم ولاء وانتماء لمصر. المؤتمر ده كان فيه شيخ كبير جدا في سيناء، ليه تحيه كبيره جدا، الشيخ سالم الحرش. الشيخ ده كان من اكبر قبائل سيناء في الوقت ده. اسرائيل جت وقالت له ايه رايك تدينا او تبايع لنا سيناء، وتقول ان سيناء خلاص تبع اسرائيل، واحنا كعرب سيناء بنعلن ولائنا الكامل لاسرائيل. في الوقت ده الشيخ سالم راح للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقال له ان اسرائيل بتقول الكلام ده، خدوا بالكم اللي حصل في التاريخ بيقول ايه. جمال عبد الناصر رحمه الله عليه قال له خلاص جاري اسرائيل في كلامها، وفعلا راح الشيخ سالم الحرش وقال له فعلا انا ببايع اسرائيل، وتعالوا بقى اعملوا مؤتمر. واسرائيل بقى ما صدقت طبعا، لقيت الشيخ سالم الحرش قال لهم انا معاكم ومفيش مشكله خالص، وتعالوا وانا هبايع لكم ان اسرائيل ممكن تدخل سينا ومفيش مشكله، واحنا كعرب سينا بنبايع اسرائيل. وساعتها اسرائيل جابت كل مصورين هوليود علشان يصوروا الحدث التاريخي ده ويسوقوا ليه. ولكن في اثناء المؤتمر، مؤتمر الحسنه سنه 1968، وفي وقت ما اسرائيل بتطلب من الشيخ سالم انه يبدا يعلن ولاؤه لاسرائيل وان سيناء اراضي اسرائيليه مش اراضي مصريه، اعلن الشيخ سالم الحرش اعترافه بالسياده المصريه على سيناء، وان سيناء جزء لا يتجزا من الاراضي المصريه، وانها بنرفض اي قرار غير ذلك. فطبعا كانت موقف صعب جدا قدام اسرائيل، لانه كانت كل مصورين العالم في الوقت ده بيصوروا الحدث ده، لان اسرائيل طبعا كانت هتاخده وتسوق ليه بشكل مهين جدا لعرب سيناء. فتحيه كبيره جدا للشيخ سالم الحرش، وتحيه كبيره جدا لقبائل سيناء اللي بيحافظوا على الارض والعرض. سيناء جزء من مصر ومش ممكن ابدا نضحي بيها. علشان كده بدات قواتنا المسلحه تبدا تدخل في معركه جديده. المعركه دي اسمها معركه الصمود والتصدي. احنا صامدين بعد 67 ومتصدين لقواتنا، في قواتنا المسلحه في سيناء. وبدات مصر تقوم بعمليات اهمها معركه راس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. تعالوا نشوف المعركتين دول ونشوف القوات المسلحة المصرية عملت إيه. الصورة اللي انتوا شايفينها دي هي صورة الأبطال الحقيقيين لتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات اللي كانت في أكتوبر 67، ودي كانت من أكبر المقاتلات الإسرائيلية اللي موجودة على المواني في سيناء. في المرحلة الأولى زي ما انتوا شايفين قامت فيها قواتنا المسلحة ب بعض العمليات العسكرية زي معركة رأس العش اللي تكبدت فيها إسرائيل خسائر فادحة، وبدأت إسرائيل تنسحب من بعض المناطق طبقا لنتائج هذه المعركة. كما قامت قواتنا المسلحة بتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بصواريخ البحرية المصرية، وده كان في أكتوبر 67. ونفتكر قوي أن تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات كان في أكتوبر 67، لأنه من أحد الأحداث التاريخية المهمة في تاريخنا الحديث. مصر بدأت تدخل في معركة تانية أو في مرحلة تانية من الفترة من 67 لحد 70، وهي عرفت بحرب الاستنزاف. فيها نجحت قواتنا المسلحة ببناء حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس. وبدأت الحائط الصواريخ ده يضرب أي صاروخ يحاول يكشف الأراضي المصرية. حائط الصواريخ ده بدأ يكون حائط صد لقواتنا المسلحة. بالإضافة إن بدأت تضرب القوات المسلحة على خط بارليف، وبدأت القوات المصرية تعمل عملية استنزاف لقوات إسرائيل المسلحة. يعني إيه كلمة استنزاف؟ يعني كل ما إسرائيل تعمل حاجة فمصر تروح حدها. هنا وكالعادة الولايات المتحدة الأمريكية بتتدخل لإنقاذ إسرائيل، وبيصدر الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزير خارجيتها روجرز مبادرة لوقف إطلاق النار. هذه المبادرة عرفت بمبادرة روجرز. المبادرة دي قالت لو سمحتوا وقفوا اطلاق النار اعتبارا من عام 1970 لحين حل نزاع بين العرب بالطرق السلمية. يبقى توقفت حرب الاستنزاف بمبادرة روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، الذي اقترح وقف اطلاق النار بين العرب او بين مصر واسرائيل لحين حل نزاع بالطرق السلمية. وفعلا مصر قبلت جدا بالمبادرة، لأن كان إسرائيل بتعاني في الوقت ده، وقواتنا المسلحة برضو كانت محتاجة تستعد لحرب أكتوبر 73، فقبلنا بهذه المبادرة. ولكن لنا أبطال في سيناء،
نرفع لهم القبعات ونفخر باستشهادهم على الأراضي المصرية. من ضمن أبطالنا في سيناء واللي استشهدوا واللي كانت ليهم نتائج كبيرة جدا وكان ليهم باع طويل جدا في حرب الاستنزاف هو الفريق أول عبد المنعم رياض الذي استشهد في 9 مارس من عام 1968. 69 الفريق أول عبد المنعم رياض بنعيد سنويا يوم 9 مارس بعيد الشهيد بسبب أو بمناسبة استشهاد هذا الفريق البطل خالد الذكر. في الوقت ده بدأت قواتنا المسلحة تعيد من تفكيرها علشان ندخل في حرب جديدة اسمها حرب أكتوبر 73. بس في وقت ما احنا بنستعد للحرب صحيت مصر على فاجعة في 28 سبتمبر سنة 1970 وهي رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة الجنازة بتاعته خرج فيها من كل حد وصوب مصري علشان يقول قد ايه فقدت الأمة المصرية والأمة العربية زعيم وبطل حارب كثيرا من أجل الاستقلال هو الزعيم جمال عبد الناصر. عشان كده شهدت مصر جنازة شعبية كبيرة جدا، مش بس في مصر على فكرة يا أولاد، في يوم وفاة جمال عبد الناصر رفعت صوره في جميع الدول العربية التي كانت تعتز بهذا البطل الراحل. كده احنا شفنا الفترة اللي عاشتها مصر من 48 لحد 1970. الفترة دي زي ما قلنا كده حلقات من الصراع العربي الإسرائيلي، بدأت بحرب فلسطين 48 استمرت لحد العدوان الثلاثي في عام 1956 إلى عدوان 5 يونيو 67. معانا بعض الأسئلة كده اللي ممكن نتعرض ليها في الامتحان. في أسئلة ما رأيك؟ ما رأيك في 1 قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67؟ لو احنا سألنا نفسنا كده احنا رأينا ايه في قرار مجلس الأمن؟ هل قرار كان عادل؟ طبعا قرار عادل، لأنه احنا بنقول انسحاب إسرائيل من أراضي عربية احتلتها في 67، إنهاء حالة العرب، الحرب بين العرب وإسرائيل، احترام سيادة كل دولة على أرضها، حرية الملاحة في الممرات الدولية. ولكن هذا القرار قرار غير ملزم، لذا رفضت إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن. طيب ممكن يجي يسألني ما رأيك في موقف مصر من عدم تنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 242 ل67؟ قرار كان صائب من الإدارة المصرية أو من الحكومة المصرية آنذاك، حيث أعلن الرئيس جمال عبد الناصر إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة. فمعنى كده أنه تمسكت الأمة المصرية بحقها في استرداد أراضيها بالقوة، لذا بدأت مصر في الاستعداد في بناء قواتها المسلحة على مرحلتين. المرحلة الأولى شفناها وكان اسمها الصمود والتصدي، وفيها عملنا معركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في أكتوبر 67. المرحلة الثانية كانت مرحلة حرب الاستنزاف، عملنا فيها حاجتين. الحاجة الأولى كانت بناء حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس. 2 هو القصف المستمر على خط بارليف. والاثنين دول يا ولاد كان من نتائجهم هي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار مبادرة روجرز سنة 70 بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل. معنى كده أن مصر كان ليها دور كبير جدا. ومن الكلمات المهمة جدا اللي احنا لازم يعني نشير ليها برغم أن هي مش معانا في المنهج، بس جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل في الوقت ده أعلنت أن هي مستعدة أن هي تروح لجمال عبد الناصر في القاهرة عشان تعلن اتفاقية سلام وتنهي حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. دي من الحاجات اللي التاريخ بيذكرها لمصر، أن هي خاضت حرب بدروس بينها وبين إسرائيل قرب لحرب أكتوبر. الحرب دي هي كانت البداية لانتصارات أكتوبر 73. دي كانت حلقتنا النهاردة، بس ما انتهتش قبل ما كرم ولادنا اللي حصلوا على الدرجات النهائية، لأن النهاردة آخر حلقة في التكريم. الطالبة سما محمد حلمي، منى بكري، محمود رضا، خالد عصام عبد الحميد، مصطفى تامر رجب، شادي جمال رمضان، زين العابدين حسني، عبد المنعم محمد، سيف جمال عبد المنعم، رؤى أشرف. وبشكر شكر جزيل الطالبة مريم محمد شحاتة لأنها دايما بتعمل واجبات وبترفعها على جروب مدرسة على الهواء. مستنية برضو واجباتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على جروب مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، عندنا حلقة جغرافيا، تنسوش تتابعونا. إلى اللقاء.